اهلا بكل مشاهدينا من جديد. احنا عارفين دلوقتي ان هنلاقي بعض الامطار اللي موجوده في القاهره وكمان في العديد من المحافظات، يا ترى ده هياثر على المرور ولا لا؟ خلينا نعرف دلوقتي في انسيابيه في المرور ولا لا، الطريق ماشي مفيش اي مشاكل، وهل في خدمات مروريه زادت فعلا بحيث انها تسهل الطريق للناس. خلينا دلوقتي نروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف معاه على احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير عليك يا كريم، انا عارفه انك في الاداره العامه للمرور الجيزه، قول لنا بقى الوضع عندك عامل ازاي والاجواء، هل اتاثرت بسقوط الامطار البسيطه اللي حصل من شويه ولا لا؟ صباح الخير يا منى، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا في متابعتنا للمرور يوميا وللمحاور الرئيسيه، يمكن النهارده زي ما شاهدنا من صباح اليوم في امطار خفيفه موجوده فعلا على معظم الطرق وللشوارع، عشان كده كمان الاداره العامه للمرور هنا بتهيب بالمواطنين ان هم يلتزموا بالسرعات المقرره، ويا ريت كمان لو يقدروا يقللوا عن السرعات المقرره طبعا تجنبا لاي حوادث او يعني حفاظا كمان على سلامتهم. ولكن اكيد بناكد انه الطرق سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، سواء كانت مزدحمة أو غير مزدحمة، يا ريت الناس فعلا تلتزم بالسرعات المقررة وتتوخى الحذر، مهم جدا جدا في الأجواء الممطرة دي. طبعا هي أمطار خفيفة زي ما احنا شايفين من صباح اليوم. خلينا نتكلم على المحاور الرئيسية عندنا، هنبتدي بأول محور دلوقتي وهو محور 26 يوليو. الكاميرا هتوجه ناحيته دلوقتي، ده هنا الجزء الخاص بمحور 26 يوليو الاتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحية السادس من أكتوبر في سيولة مرورية عالية جدا، اللي حابب يتوجه دلوقتي لمدينة 6 اكتوبر يقدر يتخذ دلوقتي المحور، ويمكن دي الجزء الخاص بشارع السودان. زي ما احنا شايفين الناحية الثانية اللي جاي من اكتوبر متوجه بقى ناحية شارع السودان او متوجه ناحية ميدان لبنان، في سيولة مرورية نوعا ما كويسة، في كثافة متوسطة، لكن لحد دلوقتي الناس تقدر تتحرك في الطريق ده براحتها خالص، مفيش أي مشكلة. لو بدينا دلوقتي الكاميرا تتحرك على الشاشة اللي جنبها وهي محور مهم جدا، هو محور الاوتوستراد. محور الاوتوستراد زي ما احنا شايفين دلوقتي في سيولة مرورية عالية جدا في الاتجاهين، سواء الاتجاه المتوجه ناحية المعادي وسواء الاتجاه اللي جاي من ناحيه المتوجه ناحيه مدينه نصر، اللي الناحيتين الحقيقه على امتداد الاوتوستراد بالكامل في سيوله مروريه عاليه جدا الاربع حارات زي ما احنا شايفينها. ولكن برضو مهما كان في سيوله مروريه، لازم يا جماعه نلتزم ان احنا بالسرعات المقرره. هناخد طريق سريع كمان الشاشه اللي بعدها على طول، وهو يعني تقاطع محورين زي ما احنا شايفين، ده محور سعد الدين الشاذلي، واللي تحته على طول الكوبري اللي احنا شايفينه، اللي تحته على طول ده طريق الاسماعيليه الصحراوي في الاتجاهين. هنلاقي ان الاتجاهين في سيوله مروريه عاليه جدا، ده طريق سفر دلوقتي الحمد لله مفيش اي شبوره، يقدر الناس تتحرك براحتها خالص دلوقتي، يعني الناحيتين في سيوله مروريه عاليه. لو بصينا لطريق سريع ثاني الشاشه اللي بعده وهي طريق السويس، طريق السويس كمان في سيوله مروريه عاليه جدا، ولكن واضح على الارض انه بالفعل في امطار كانت موجوده وانه ما زالت الامطار موجوده ولكن خفيفه، علشان كده عربيات مفترض تمشي بسرعه قليله او سرعه اقل من المقرره، ولكن بشكل عام الطريق مسموح ان انت تقدر تتحرك فيه دلوقتي بمنتهى الامان. لو بدينا كمان نتحرك بقى على جزء مهم جدا وشريان هام جدا، هو الدائري ليه ناحيتين، هناخد الناحيه الاولانيه وهو ده الجزء الخاص بطريق الرمايه والواحات، هنلاقي فيه اتجاهين هنا في وصله الدائري، الطريق المتوجه ناحيه الرمايه والواحات وطريق 6 اكتوبر في سيوله مروريه عاليه جدا، اللي هيقدر يستخدم طريق اسكندريه الصحراوي في سيوله مروريه عاليه جدا موجوده على الناحيتين، او حتى اللي جاي دلوقتي من 6 اكتوبر الناحيه الثانيه متوجه ناحيه البحر الاعظم، متوجه ناحيه المنصوريه، متوجه ناحيه المعادي، كل الطرق دي دلوقتي حاليا في سيوله مروريه عاليه جدا جدا اللي حابب يستخدم الطريق ده. لو بصينا على الشاشه اللي بعدها وهو الجزء الاخر من الدائري او استكمال الطريق ده، موجود دلوقتي طريق البحر الاعظم من الدائري في اكتر من اتجاه، في الاتجاه المتوجه زي ما قلنا ناحيه المعادي، ومتوجه بعد كده لطريق سويس وما الى ذلك، كل الاماكن ده فيه سيوله مروريه عاليه جدا خصوصا بعد الاصلاحات اللي حصلت وبعد التوسعات اللي ما زال جاري العمل عليها، هنلاقي الناحيه دي كويسه جدا جدا في سيوله مروريه. كمان الناحيه الثانيه اللي حابب ينزل شارع البحر الاعظم دلوقتي زي ما احنا شايفين الطلعه الخاصه بالبحر الاعظم او اللي نازل للبحر الاعظم في سيوله مروريه عاليه جدا، علشان كده اللي حابب يستخدم دلوقتي الدائري سواء ناحيه الرمايه او الواحات او البحر الاعظم يقدر يتوجه للطرق دي دلوقتي، هتكون في سيوله مروريه موجوده زي ما تابعنا مع بعض الطرق الرئيسية وكمان الطرق السريعة نقدر نتوجه، ولكن الالتزام الكامل بالسرعات المقررة. والآن أعود إليكم مرة ثانية.
شكرا ليك كريم بيبرس من الإدارة العامة لمرور الجيزة، شكرا على الشرح الوافي. احنا زي ما احنا شايفين الطفرة اللي حصلت في المشروعات اللي موجودة على الأرض سهلت قد ايه المرور ويسرت علينا، وكانت واضحة جدا حتى برغم وجود بعض الأمطار الخفيفة الاستثمار في البنية التحتية فرق معانا.